السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناة طبخ وحلويات فاطمة. الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله هو عبارة عن مسكوتو بطريقة الجينواز. هذا المسكوتو اقتصادي صحي، يعني ما فيهش الدهون، ما فيه الزيوت، ما فيه لا خميره تاع غاطو، ما فيه والو، فيه فقط كما قلت لكم طريقة الجينواز، البيض والسكر والفرينة. غادي نروحوا مباشرة نشوفوا طريقة التحضير لانه شوية مهمة. نبداو بسم الله في المقادير. عندنا 120 غرام تاع السكر كما قلت لكم في المره السابقه، الفيديو تاع لا جينواز كل حبه تاع بيض يقابلها 30 غرام من السكر و30 غرام من الفرينه. عندنا 120 غرام تاع سكر عادي حبيبات، يعني عندنا 120 غرام تاع فرينه، عندنا ملعقه اكل تاع فانيليا، عندنا ربع حبات تاع بيض، عندنا فانيليا سائله، وعندنا مبشور الليمون ولا مبشور البرتقال ولا ديروا فقط ذوق الفاني. هنا ديت المول هذا العادي اللي عندنا كاع، دهنته بالزيت ولا بالمارغرين ورشيته بالفرينه باه نتاكدوا بلي المسكوتو تاعنا ما يلصقناش. هذا اول حاجه. ثاني حاجه، البيض لازم تكوني خرجتيه من قبل من الثلاجه بحوالي ساعتين ولا ثلاثه باه يدي حراره الغرفه، باه بياض البيض يطلع لنا بسهوله. ثالث حاجه، لازم لك الخلاط الكهربائي ضروري. وهنايا لا بغيتو ديروا هذا المسكوتو ذوق الشوكولاته ولا ندي، هنا عندنا 120 غرام تاع فرينه، دائما مثلا بغينا نضيفوا هذه الملعقه تاع كاكاو نقصوا ملعقه تاع فرينه ونديروها كاكاو، يعني دائما كميه الكاكاو اللي تنضاف نقصوا من كميه الفرينه باه يجينا هذاك هو. نروحوا مباشره نبداو في طريقه التحضير. اول حاجه غادي ندي اناء ندير فيه قرصه تاع الملح، وندي هذاك نفصل البياض على غادي نبداو نطلعوا في البياض. اول حاجه نكسر البيض تاعي، ندير البياض بياض البيض والصفار نديره وحده حتى نكمل ربعه بياض الربع الصفار. ندي هنا بياض البيض نطلعه اونيج بسم الله. هذه طريقه واحده اخرى تاع لا جينواز. ثاني لا جينواز عندها هذه الطريقه اللي هي نخدموا البياض مع الصفار ثاني وناتحه، من بعد ان شاء الله نشوفوا منها نصنعوا منها ديطاكس ان شاء الله. هنا كيما رانا نشوفوا بعد ما طلعت البياض على شكل ثلج، نضيف هنا ملعقه تاع سكر تاع اكل من هذيك 120 غرام، نخلو حوالي 90 غرام. هنا كيما رانا نشوفوا بعد ما طلعت هذاك البيض مع زوج مغارف تاع اكل تاع السكر يعني حوالي 30 غرام. نروحوا الان ندي صفار البيض. صفار البيض مش غادي نخدمه بالباكر، فقط تبغي تخدمي بالباتير ولا تخدمي غير بالفوي. نخلط بهذه الطريقة تمتم، نخلط ما نخليش نضيف الفاني، مبشور الليمون، نضيف الفانيليا السائلة. ونخدم هذا الخليط مليح حتى يدوب لي شويه هذاك السكر تاع ال. وهنا كما قلت لكم لا بغيتوا ديروا الباتر يعني نتوما احرار. غادي نخلط مليح الصفار من بعد نعاودوا نتلاقاو. هنا كما رانا نشوفوا خلطنا هذاك الصفار مليح حتى بياض الخليط نوع الماء بهذه الطريقه. الان ندي هذاك البياض نفرغ عليه هاد الصفار، هنا هاد الخطوة مهمة لأنه البياض هو اللي غادي يلعب دور الخميرة الكيميائية، هو اللي غادي ينفخ. نبدأ نخلط بحركة دائرية كما رانا نشوفو بهاد الطريقة حتى يدخل
صفايه، هنا لازم صفايه باه الهواء يبقى لي ثاني في الفرينه تكون مهويه. نديرو بزوج مغارف ونخلطو ونوزعوها هكا بالصفايه ونخلط بنفس الطريقه دائما بنفس الطريقه. بهذه الطريقه حتى تختفي الكميه الاولى تاع الفرينه نعاود نضيف زوج مغارف واحد اخرين هكا حتى نكمل 120 غرام. وهنا ضروري يكون عندك الميزان وضروري يكون عندك الباتير، يعني ما مش غاليين، طقيت شري غير واحد غير تاع كيما نقولوا حنا غير تاع الشنوا، وتستحفظي عليه بال يعني ما تتعبيهش بزاف كيما نقولوا راكم عارفين صوالح الشنوا كيكونوا دايرين غير بالعقل، وديري فقط هكا للصوالح اللي يستحقوا الخفق بالخلاط. والميزان ضروري راه 1000 دينار، وكاين تاع على ما اظن 950 دينار ولا 900 دينار، انتي واللي يساعدك. كاين بزاف اشكال واعد الوان تاع الميزان في السوق. هنا بعد ما اختفنا كيما قلت لكم غادي نحضروا صلصه بالليمون، بما انه درتها بذوق الليمون تجي خفيفه نديرها فوق المسكوت تاعي. شوفوا كيفاش يجي، يجي خفيف كي البونج. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا لي بالخبر. هذا هو الشكل تاعه. نروحوا الان المقادير تاع هذا الصلصه، هذه صلصه الليمون. عندنا تقريبا نصف كاس تاع السكر، كاس تاع 240 مللتر، عندنا نص كاس تاع حليب، عندنا نص كاس تاع عصير ليمون، عندنا معطر الليمون باه يعطيني نكهه اقوى، عندي هنايا مغرف صغيره تاع فانيليا، عندنا ملعقه تاع اكل ما تكونش معمره مايزينا، وعندي ملعقه صغيره تاع مارغرين، وهنايا عندي للتزيين غادي نزينها بجوز الهند بما انه الليمون يتماشى مع جوز الهند. يبقى لكم التزيين يبقى الاختيار. نروحوا نشوفوا طريقه التحضير. في كسرونه اليوم بعد نفرخها على هنا كيما رانا نشوفوا الكيكه تاعنا الصلصه راهي خليتها بردت شويه. كيما رانا نشوفوا هذا هو الشكل تاعها بعد ما زينته. كيما قلت لكم درت لها جوز الهند ولا يبقى على حسب الاختيار، وكيما قلت لكم التزيين يبقى على حسب الذوق. غادي نقطع لكم طرف باه تشوفوا كيفاش جات هذه هي نورمالمون تبرد، لكن انا ما خليتهاش بردت. وغادي جي اي بونج وتجي ان شاء الله. برك الوصفه تاع نهار اليوم تعجبكم، جربوها وتنجحوا فيها. يعجبكم الفيديو ما عليكم غير تخلوا لي جيم، تخلوا لي ان كومونتير باش تشجعوني تدعموني وتدعموا القناه لانها فعلا بحاجه الى الدعم تاعكم. والى الملتقى مع فيديو اخر ان شاء الله.